السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار مبارك سعيد. تحية للمتتبعين ديالي، تحية خاصة للمشتركين الجدد. كنتمنى من كل قلبي أن القناة ديالي تربكم والمحتوى ديالها يعجبكم. إذن كنتمنى أيضا الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة إن شاء الله. إذن اليوم جبت لكم وصفة ديال كلاص بشكل جديد، طريقة جديدة. كنحاول ما امكن انني نرضي جميع الاذواق ونختلف يعني في الطرق، نجيب طرق مختلفه باش يعني كلها على حسب الاستطاعه ديالو وعلى حسب الذوق ديالو وعلى حسب الامكانيات. اذا الوصفه ديال اليوم لاكلاص بالمذاق ديال السيترون او الليمون. كنحتاجو فيه ثلاثه ديال المكونات. كنحتاجو الحليب المحلى المركز، كاس ديال القياس العنبة ديال الحليب المحلى المركز، وغادي نحتاجو ليبتي سويس 200 غرام ديال ليبتي سويس. انا هنا استعملت 7 ديال هاد الكويسات صغار كيديروا درهم من فئه 30 غرام باش حاولت انني نجمع الكميه ديال 200 غرام. تقدروا تستعملوا الكبار، كاينين كيتباعوا كبارين. المهم ان الكميه الاجماليه تكون هي 200 غرام تقريبا. غنحتاجوا نصف كاس ديال عصير الليمون او العصير دفعه ديال الحامضات. اذا تنفرغ ديك ليبتي سويس ديالي في الاناء اللي غادي نخدم فيه، وتنطربهم بالباتور مزيان. كما كتلاحظوا غير ليبتي سويس ملي تيطربوا تيرجع بحال الشونتي. غادي نضيف ديك الحليب المحلى. دائما الحليب المحلى كيبقى على حسب الذوق، على حسب الحلاوه. هنا كاس بحال تيجي هو هذاك، لان الليمون حامض يعني تي يبغي الحلاوه بزاف باش بحراقي كيتقاد في الحلاوه ديالو، ولكن كيبقى على حسب الذوق. يمكن لك تزيدي يمكن لك تنقصي. اذا تنخلطو مع الكريم ديالي اللي تصوب لي بالبتي سويس. صافي ملي تيتخلط كنبدا نضيف ديك العصير الليمون، وانا تنضرب كنضيف بالشويه. كنخلط العناصر مزيان حتى كتجانس. صافي هنايا كملت يعني العملية ديالي. هنا كنضيف كتبقى اختياري هادي، كنضيفو لاغوم دو سيترون اولا ديك اللي كيكون فيها كتعطي شويه اللون. كنعرفوا ان الليمون العادي ما تعطيش اللون بزاف، هنا كنضيفوا ديك لاغوم اللي فيها اللون باش كتزيد لنا شويه ديال اللون. كتبقى اختياريه هذه ماشي ضروري. صافي وتن نجمع جوانب ديال الاناء ديالي. اذا هنا كناخذ ديك العلب ديال الكونجيلاتور اللي تيداروا فيهم، اللي كيكون مربعات كيدير فيهم الثلج، وتنفرغوا فيهم الخليط ديالنا ديك المربعات. كنفرغوهم كاملين حتى كنكملوا الخليط ديالنا كله، هكا باش كيسهل علينا يعني المرحله الثانيه اللي غادي نخدموها كيسهلوا، كيكونوا قطع صغيره كيسهل علينا الخدمه. اذا تنفرغ هذاك لاكلاص كله، وغادي ملي غنكملو غادي ندخلو الكونجيلاتور لمده 6 ساعات على الاقل او ليله كامله الا ما كناش مزروبين. صافي كندخلوه باش كيجمد مزيان،
بعد غادي نرجعوا نرجع معكم باش نكملوا الطريقه، يعني نكملوا المرحله الاخيره. اذا هنايا بعد ما جمد ليا لا كلاص ديك الخليط ديالي، تنولي نوضعو في الخلاط الكهربائي. من الاحسن يكون بحال هذا الروبو، كنوضعو كامل وتنخلطو مزيان، تنطحنو مزيان. اذا انت كيتخلط لي كله مزيان، كنبقى هكا مرة مرة تنراقب لقاو شي قطع مكتلة. بهذه الطريقه تيولي عندي القوام ديال لا كلاص، هانتوما كتلاحظوا يعني تيرجع القوام ديالو كريمي اكثر. صافي هنايا تنكمل الطحين ديالو حتى كيولي كله يعني نفس القوام، وعاد كنفرغو في الاناء اللي غادي ندخل الكونجيلاتور المره الثانيه. هانتوما كتلاحظوا يعني رجع يعني القوام ديالو زوين بزاف. كنفرغو في الاناء اللي غادي ندخلو الكونجيلاتور ولا المجمد. صافي وتنخليه واحد 3 السوايع على الاقل او 4 ديال السوايع حتى كيتماسك، وعاد نرجعو للتقديم النهائي. شوفوا كيفاش تيجي. هنا في هذه المرحله اصلا انا يعني راه تقريبا واجد، خصو غير يزيد يجمد شويه. صافي كندخلو ونرجعو نشوفو التقديم ديالو النهائي. اذا بعد ما مرت واحد 3 سوايع او 4 تنجيو باش نحضرو يعني فليبو. كتشوفوا القوام ديالو كيجي معلق، تنحاولوا نصنع منه دي بول. يعني الا كانت عندكم معلقه ديال لاكلاص كتساعد اكثر. انا هنا راه تنصوبو غير بالمعلقه، ورغم ذلك تيمشي معايا. يعني هنا تنقدمو في البو، كنزينها على حسب يعني الرغبه على حسب الذوق. كيجي المذاق ديالو رائع. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق، لان انا زينتو هنايا بديك الفانيد الصغير ديال الحلوه ديال التزيين، وكيبقى تزيين على حسب الاختيار. اذا انتم هنا كتشوفوا القوام ديالو كيفاش تيجي، تيجي رطب ومعلق ولذيذ بزاف. كنتمنى الوصفه تجربوها وتعجبكم.